فأزيلت حجرة عائشة في عام 88 في عهد توسعة الإدران، ونشوف بنية على قبر النبي وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. هذه الغرفة المصمتة بارتفاع 6 أمتار، ثم بني جدار خماسي حول هذا الجدار الخماسي لكي لا تكون شبيهة بالكعبة. نعم، الزاوية هذه جت في الجهة الشمالية للحجرة كما احنا شايفين، هذه المواجهة الشريفة الآن، هذه تعتبر المنطقة اللي يسلم منها زوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نرى هنا هذه الجهة في البداية قبر النبي، هنا السلام على النبي وعلى أبو بكر وعمر رضي الله عنه، الباب المنتصف هذا في المنتصف. هذه تعتبر من الداخل صورة المقصورة من داخلها.